بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الخامس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. سندرس اليوم بمشيئة الرحمن درسا بعنوان كتابة الألف في أواخر الأفعال والأسماء. فهناك نوعان من الأفعال، أفعال ثلاثية وأفعال غير ثلاثية. أولاً الفعل الثلاثي، أصل الألف فيه واو أو ياء، فإن كان أصلها واواً تكتب ألفاً قائمة، مثل رجاء، دعا، سما، على، عند تصريفها إلى الفعل المضارع رجاء يرجو، دعا يدعو، سما يسمو، على يعلو. أما إذا كان أصلها ياء تكتب مقصورة، مثل رمى، هدى، جرى، بكى، عند تصريفها إلى الفعل المضارع رمى يرمي، هدى يهدي، جرى يجري، بكى يبكي. ثانيا الأفعال غير الثلاثية، هناك أفعال رباعية، خماسية، سداسية، فتكتب بالألف المقصورة، مثل أعلى، اشترى، استعلى، إلا إذا كان قبل الألف ياء فتكتب ألفا قائمة، مثل يحيى، استحيا. وهناك نوعان من الأسماء، أسماء ثلاثية وأسماء غير ثلاثية. أولا الأسماء الثلاثية، يعرف أصل الألف من المفرد أو المثنى أو الجمع، مثال قرى مفردها قرية، فتى جمعها فتية، عصا مثناها عصوان. بعض الأسماء ترد إلى أصل الفعل منها، مثل هدى يهدي. ثانيا الأسماء غير الثلاثية، تكتب الألف في نهاية الأسماء غير الثلاثية قائمة إذا سبقت بياء، مثل دنيا، ثريا، مزايا، عطايا. تكتب الألف في نهاية الأسماء غير الثلاثية مقصورة إذا لم تسبق بياء، مثل ملتقى، مصطفى، منتهى، مسعى. الخلاصة، تكتب الألف في الأفعال والأسماء الثلاثية ممدودة إذا كان أصلها واو، مثل دعا، عصى، وتكتب الألف مقصورة إذا كان أصلها ياء، مثل هدى، رمى. تكتب الألف في الأفعال والأسماء غير الثلاثية ممدودة إذا سبقت بياء، مثل استحيا، عطايا. يستثنى من القاعدة اسم العلم يحيى للتفريق بينه وبين الفعل يحيى، وتكتب الألف مقصورة إذا لم تسبق بياء، مثل اعتلى، ملتقى. وإلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.